كثيرا ما سمعنا أنه من السهل الوصول إلى القمة، ولكنه من الصعب البقاء عليها. فعلى مر التاريخ الإنساني لطالما ازدهرت أمم وتدهورت أمم، ولكن لم تصل أمة في تاريخ البشرية إلى مرحلة ألا يجد القائمين عليها مسكينا واحدا ولا محتاجا، مثل ما شهدت الأمة العربية والإسلامية في عصور نهضتها. فوسعت حدود دولة الفاروق عمر أطراف الأرض، وفتحت القدس لصلاح الدين الذي أسلم معه الكثير من الصليبيين بسبب أخلاقه، فإنه انتصر على عدوانهم بجيشه، ولكنه ملك قلوبهم بأخلاقه، ووصل بحسن خلقه إلى ما لم يصل إليه حد سيفه. إن حسن الخلق هو أساس ازدهار أي أمة قديما أو حديثا، ففي عصرنا هذا نجد أن جميع الأمم المزدهرة تفوق غيرها في الأخلاق قبل أن تفوقهم في العلم والقوة والاقتصاد، لأن بصلاح أخلاق الفرد يصلح المجتمع بالكامل. في هذا الوقت يتم كتابة صفحة مشرفة في تاريخ المملكة، فقد بدأ العمل في رؤية 2030، والتي تتخذ من تحسين نمط الحياة بالمملكة هدفا لها. أولا هذا ليس حلو، احنا لا نحلم، احنا نفكر بواقع سوف يتحقق إن شاء الله. والرسالة اللي وجهنا لا أستطيع أن أعمل أي شيء، أنا واحد منكم، واحد من شباب السعودي، بدونهم أنا لا شيء. وتحقيقا لهذه الأهداف السامية، وحرصا على جعل مجتمعنا مثالا يحتذى به في العالم، فقد أنشأنا جمعية مكارم الأخلاق، والتي تعمل بجهود نخبة من رجال المجتمع ممن يحرصون على نشر الأخلاق الحميدة حيثما كانوا، فهم شركاؤنا في هذه المهمة، يقومون بأدوار متعددة ويبذلون جهدا تختلف أوجهها من أعمال تطوعية وتبرعات وخدمات تقنية تجعل الجمعية قادرة على مخاطبة المجتمع بكافة طبقاته وفئاته. في مكارم الأخلاق نستهدف كل إنسان في المملكة العربية السعودية عبر قنوات عديدة لا بد وأن يمر بها أي فرد بالمجتمع، مثل المنشآت التعليمية، المنشآت الصحية والأماكن العامة، مثل المصالح الحكومية ومراكز التسوق وغيرهم الكثير. وبالرغم من أن المجتمع كاملا هو نطاق عملنا، إلا أن الحصة الكبرى من اهتمامنا نوجهها لبنات المستقبل من الصغار والشباب، فبذلك نسهم في بناء جيل جديد أسس من صغره على مكارم الأخلاق، فكانت له نمط حياة في شبابه ليكون خير من يحمل الراية من بعدنا. تعمل جمعية مكارم الأخلاق من خلال التقنيات والوسائط الحديثة القادرة على توصيل مبادئها السامية بشكل يناسب كل فئة، فتخاطب الصغار عبر الوسائل الحديثة التي تشكل جزءا من حياتهم اليومية، ونخاطب الكبار بمنطق المسؤول الذي يعلم حجم المسؤولية التي على عاتقه، فكان من واجبه العمل باجتهاد ردا لجميل وطن حصدنا من خيراته ما جعلنا من أكثر الشعوب نموا وتطورا، وشكرا لنعمة أنعمها علينا رب كريم بأن جعلنا جزءا من هذا الوطن العظيم.